الشباب هنا 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 شباب عشان خاطر عشان خاطر اسكندريه. انا عارف ان الحفله زحمه كبيره جدا بس ليه هنا ليه هنا طبعا في تدافع هنا بس يعني. عاوزك بس تكون واخد بالك ان الصوت اللي انت سامعه ده الصويت اللي انت سامعه ده من تدافع البنات مع الشباب. ليه هنا ليه هنا طبعا في تدافع هنا بس يعني. ليس حشدا عسكريا لنصرة غزة ولا مظاهرة شعبية تضامنا مع أهلها ولا صلاة للدعاء للفلسطينيين الجوع في شمال القطاع، إنما حفل للمطرب تامر حسني. الحفل الذي أقيم في مدينة الإسكندرية التي تبعد عن غزة نحو 400 كيلومتر حضره 100,000 تمايلوا على أنغام أغاني حسني، بينما ترتكب إسرائيل المجازر المروعة بحق جيرانهم في القطاع المحاصر. سلام على غزة الصامدين، سلام عليكم وروحي لديكم. تامر حسني عبر عن سعادته بالحضور الجماهيري لحفله الغنائي. كشفتم زيف قنعة تخفى خلف الأعداء والهم. سعادة حسني شاركه فيها الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين. اليهودي إيدي كوهين نشر صورة لتجمع الشباب في حفل غنائي للمطرب تامر حسني وقال فيها هذا الكلام: هذه هي الأجيال التي ستحاربنا وستحارب الغرب، حسب عمر المختار. ثم ضحك. كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. هذه هي الأجيال التي ستحاربنا وستحارب الغرب، حسب عمر المختار. ثم ضحك. وحق له أن يضحك ويسخر. تخيل اليهودي إيدي كوهين فهم مشكلتنا كمسلمين فين، وإحنا إلى الآن مش فاهمين. لذلك أنا مش طالع النهاردة عشان أهاجم إيدي كوهين أو أرد عليه، بالعكس أنا شايف إن كلامه صحيح ولذلك أنا طالع أشكره، وفي آخر الفيديو ده هقولك أنا بشكره ليه. الحفل الغنائي الذي شارك فيه راقصون وراقصات أثار ردودا غاضبة ومقارنات مشروعة بين الأعداد الكبيرة التي حضرت حفل حسني في البلد الملاصق لقطاع غزة والجماهير العريضة من اليمنيين التي تحتشد كل جمعة للتعبير عن تضامنها مع الفلسطينيين. كشفتم زيف قنعة تخفى خلف الأعداء وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية غرّة، قد صارت بطولتكم نشيدا عم في الأرجاء. I stand up in here in solidarity. I stand up in here for a free Palestine. آخرون قارنوا بين مغني الراب الأمريكي ماكليمور الذي غنى لفلسطين وبين حسني الذي يرقص على جراح جيرانه في غزة. كشفتم زيف قنعة تخفى خلف الأعداء وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية غرّة. I don't know, just hearing, you know, how people can still have their faith after all everything that's going on, you know? It's just something. سلام على قاهرين العدا، سلام على غزة الصامدين، سلام عليكم وروحي لديكم، تتم صفوف حماة العرين. كشفتم زيف أقنعة
تخفى خلفها الأعداء وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية غرى كشفتم زيف قنعة تخفى خلفها الأعداء وألهمتم شعوب الأرض. هنا جباليا مشاهدينا حيث تبدأ رحلة نزوح مضنية تحمل ذكريات النكبة ليوصف ما يجري بأن إسرائيل الآن تنفذ تدريجيا ما يعرف بخطة الجنرالات وتسعى لتطبيقها على أرض الواقع. ووفق هذه الاستراتيجية فإنها تقضي بخنق شمال القطاع لجعل ما تبقى هناك من مقاتلي حركة حماس يرفعون الراية البيضاء أو يموتون جوعا. أخي مصري הכי נכון, לא בכפייה, אבל להגיד להם, אנחנו נותנים לכם את האפשרות, לכו מכאן לארצות אחרות, ארץ ישראל שלנו. נחנו לן נסתסלם. ננתصر. أو نموت ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا بكم. اليهودي إيدي كوهين نشر صورة لتجمع الشباب في حفل غنائي للمطرب تامر حسني وقال فيها هذا الكلام: هذه هي الأجيال التي ستحاربنا وستحارب الغرب حسب عمر المختار. ثم ضحك وحق له أن يضحك ويسخر. تخيل اليهودي إيدي كوهين فهم مشكلتنا كمسلمين فين وإحنا إلى الآن مش فاهمين. لذلك أنا مش طالع النهاردة عشان أهاجم إيدي كوهين أو أرد عليه، بالعكس أنا شايف إن كلامه صحيح ولذلك أنا طالع أشكره، وفي آخر الفيديو ده هقولك أنا بشكره ليه. واللي يقرأ القرآن الكريم أو يقرأ التاريخ يعرف إن كلامه صحيح. الجيل اللي هينتصر على اليهود او ينتصر على الغرب مكانه مش في الحفلات الغنائية، بالعكس الجيل ده لازم يكون متربي في المساجد. الجيل اللي هينتصر على اليهود وعلى الغرب الجيل ده جيل يحفظ القرآن ويعمل به. الجيل اللي هينتصر هذا جيل يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. الناس اللي في عز أزمات الأمة الإسلامية لا يبالون ولا يهتمون، هل هؤلاء سينصرون أمتهم؟ هل هؤلاء هم اللي هيتصدوا للعدو المحتل؟ وهل هؤلاء هم الذين سينصرهم الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله عز وجل ينصر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى حينما وعد المؤمنين بالنصر لم يقل لهم أنا سأنصركم دون أن تعملوا، بل أمرهم بالاستقامة والعمل والبذل والعطاء حتى ينزل عليهم النصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لما هزم المسلمون في غزوة أحد تعجبوا: كيف نهزم ونحن على الحق؟ كيف نهزم وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينتصر الكفار علينا وهم على الباطل؟ فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة هزمتم قد أصبتم مثليها عصيتم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم. المشكلة فين؟ المشكلة فينا. بعض الصحابة خالفوا أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانقلب النصر إلى هزيمة. واليوم معاصينا كثيرة، ولو فتش كل واحد منا في نفسه ربما لم يستطع أن يحصي أخطاءه ومعاصيه وسيئاته وآثامه. وقد تحقق فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يوشك أن تجتمع الأمم وتتحد عليكم ضدكم كما يجتمع الناس على الطعام الواحد. فقال قائل: أو من قلة نحن؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل عددنا في الوقت ده هيكون قليل؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، أكثر من 1.5 مليار، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن.
قالوا وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. عدوك ما بقاش بيخاف منك، إيديكو هين ما بقاش خايف منك، نزعت مهابتك من قلبه، ما بقاش بيعمل لك أي حساب ولا حتى شايفك أصلا. والسبب أنك ابتعدت عن دينك. السبب أننا أحببنا الدنيا وكرهنا الموت. في كلمة منسوبة للمجاهد الكبير عمر المختار رحمه الله أنه قال لأعدائه قبل قتله: سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. أنا عن نفسي مش عارف والله هو قال هذه الكلمة ولا لا، لكن الكلمة نفسها صحيحة وخطيرة. تخيل إيدي كوهين اليهودي فهمها صح، وإحنا إلى الآن مش فاهمين، وحتى اللي فاهمين قاعدين وسكتين. الأمة الإسلامية نسيت سبب عزتها وكرامتها فابتلاها الله بهذا الذل. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. الله عز وجل لم يعزنا بالحفلات الغنائية ولا بالرقصات الخليعة ولا بالمعاصي والذنوب، الله عز وجل أعزنا بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وهو ده اللي حصل، وهو ده اللي وقع، وهو ده الواقع اللي احنا عايشينه. وقال العلماء: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. الذنوب سبب للهزيمة، كل معصية وكل تقاعس يعتبر خطوة نحو الهزيمة، وكل طاعة وكل إعداد يعتبر خطوة نحو النصر. المطربين اللي بيلهوا الناس بالأغاني عن قضايا الأمة الإسلامية، هؤلاء شركاء في الجريمة، وهؤلاء شركاء في الهزيمة. أصحاب الذنوب والمعاصي أنتم أيضا شركاء في الهزيمة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. طيب ما هو الحل؟ ما هو المخرج؟ الحل في التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الهزيمة لن تتغير ولن ترتفع إلا بتغيير المعاصي والذنوب والآثام. الهزيمة لن تتغير إلا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. التغيير لابد أن يبدأ من عندنا، من عندي ومن عندك ومن عندك. لازم تغير من نفسك، شوف نفسك، شوف بيتك وإخواتك وعيالك، شوف جيرانك وأصحابك، شوف الغلط فين وغيره. اتعلم دينك وتعلم برضو دنيتك، ثقف نفسك في الدين وفي الدنيا، اخترع شيئا ينفع الإسلام والمسلمين ويغير كفة الميزان ويغير دفة المعركة. ما هو العدو بقاله سنين، مئات السنين بيخطط لنا. المنع بقى ان احنا كمان نخطط، المنع ان احنا نرجع الى الله سبحانه وتعالى ونخطط لأعدائنا زي ما هم بيخططوا لنا. وكل ميسر لما خلق له، كل واحد فينا بيشتغل في الباب او المجال اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح له فيه. شوف المجال اللي ربنا يفتح عليك فيه واشتغل فيه، اما في علوم الشريعة واما في علوم الدنيا. المهم ان تعمل وتبذل ما عندك، قدم لله سبحانه وتعالى ما تستطيع، واذا رأى الله عز وجل منك صدقا فاعلم انه سيوفقك ويستخدمك. الصحابة والتابعين لم يحكموا العالم بالحفلات الغنائية والمراقص والموسيقى الصاخبة، بل حكموا العالم حينما تمسكوا بدينهم وبذلوا في سبيله كل شيء. وقرأوا التاريخ ففيه العبرة والموعظة. أقل ما يمكن أن تفعله أن تربي أبنائك ليكونوا قادة المستقبل. ولو أنت من الشباب ربي نفسك، كلم الناس، شوف صحابك وحبايبك وأهلك، عرفهم أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وطاعته، عرفهم أن الدنيا ليست هي الغاية، وعرفهم أن الآخرة هي دار القرار. وخلي بالك الإسلام أصلا منصور، الإسلام كدين من عند الله سبحانه وتعالى منصور لأنه دين الله، بيك من غيرك الإسلام منصور. لكن المشكلة فينا إحنا كمسلمين، لو إحنا عايزين نسترد عزتنا وكرامتنا مرة أخرى يبقى لازم نشتغل. وهذا والله سيكون بوعد الله سبحانه وتعالى ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال، حينما يتم ذلك سيكون الناس منقسمين إلى أقسام: قسم سينصر الله به الإسلام، وقسم يحارب الإسلام، الأعداء أعداء الإسلام، وقسم يقف ليتفرج وكأنه ليس جزءا من هذه الأمة العظيمة. فأي الناس أنتم؟
من أي قسم ستكونون؟ ماذا تختار لنفسك؟ ولا عليكم بالمنافقين أو المخذلين، هؤلاء موجودين في كل زمان ومكان، ومع ذلك كان المسلمون ينتصرون، لأن المسلمين كانوا يعلمون كيف ينتصرون، فكانوا يعملون لينتصروا، كانوا يعملون لنصرة هذا الدين. فالعمل العمل، والبذل البذل، والعطاء العطاء. لا تقل سأنتظر غيري حتى ينصر هو الإسلام، لا، ابدأ بنفسك ولا عليك بغيرك، وعليك بذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء بأن يستعملك الله في هذا الشرف العظيم. انت شفت بنفسك اليهودي بيسخر منك لأنه عارف ان معصيتك وبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى هي سبب الهزيمة، واستمرارك في المعصية معناه استمرارك في الهزيمة. وأنا عندي يقين والله أن سخريته هذه ستكون سببا في رجوع كثير من المسلمين إلى ربهم سبحانه وتعالى، وتكون سببا في تركهم للمعاصي، وسببا لإقبالهم على القرآن تلاوة وفهما وتدبرا وعملا. السخرية دي لازم نفعلها، لازم تكون السخرية دي تنبيه لكل غافل، السخرية دي لازم تكون وقود يغذي ثورتنا على المعاصي والذنوب والآثام، السخرية دي لازم تكون حافز يدفعنا نحو الدين والعلم والعمل. لذلك أنا بشكر إيدي كوهين. وتذكر جيدا، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فاللهم رد أمتنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد شبابنا وبناتنا إليك ردا جميلا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا مغلوبون فانصرنا يا رب العالمين، اللهم إنا فقراء فاغننا، اللهم ارحم المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اطعم جائعهم وتقبل شهداءهم يا أكرم الأكرمين، اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء، اللهم ارزقهم النصر والتمكين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم، اللهم لا تسعد شانئهم ولا تشمد بهم أعداءهم يا رب العالمين، اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا، اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا، اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.